بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله ويانا أصدقائنا في حلقة جديدة وساعة جديدة من برنامجكم ساعة مرح. ساعة مثل ما عودناكم راح تكون مليئة بالمتعة والفائدة وأكيد مليئة بالمرح وكل الفرح من خلال تواصلكم واتصالاتكم ومشاركاتكم ويانا في برنامجكم ساعة مرح. طبعا دايما راح أكون وياكم أنا في البرنامج وأكيد معانا حصة؟ ايش فيك يا حصة اليوم؟ شنو هاي اللي شربتها ايدك وحاطة لزقة على جبهتك؟ شو السالفة؟ كنت ألعب ووقعت وجرحت نفسي. كنتي تلعبين؟ شنو كنتي تلعبين يا حصة اليوم؟ بصراحة يا عبد الله، بصراحة كنت ألعب لعبة الشقلبة والقفز على السرير. يا حصة، القفز والشقلبة على السرير، احنا ايش قالت لك امي على هالموضوع يا حصة؟ اعرف، وامي اخبرتني بذلك ايضا، ولكنها لعبة مسلية جدا، ولم اكن اقتنع انها من الممكن ان تضرني. ما كنتي مقتنعة ان هذه اللعبة ممكن تضرر، صح يا حصة؟ بس شو اللي صار؟ وقعت وجرحت نفسي. ايه يا حصة، طحتي وجرحتي نفسك لان انتي ما سمعتي كلام امي يوم قالت لك لازم ما تلعبين وما تنطين وما تتشقلبين وتركضين على السرير، لان السرير مكان لشنو يا حصة؟ للنوم. مكان للنوم، بس انتي لعبتي على السرير وشوفي ايش صار فيك، حتى يعني ايدك مربوطة اليوم وراسك يعورك، يعني اليوم يمكن حصة ما تكون حصة اللي نعرفها، ليش يا حصة؟ آسفة يا عبد الله. زين، احنا مثل ما قلنا دائما في حلقاتنا دائما في برنامجنا نسال اصدقائنا اللي يتصلون علينا. اليوم بما ان حصه كانت تلعب ومثل ما تشوفون انجرحت وتعورت من اللعب، راح نسالكم اصدقائنا يصير نلعب على السرير ويصير نتشقلب ونركض ولا ما يصير، ونشوف اجوبه اصدقائنا. بس كل اللي عليكم انكم تتصلون علينا وتشاركون ويانا دائما في برنامجكم ساعه مرح على الرقم 4433 4444. ننتظر مشاركاتكم واتصالاتكم ويانا دائما على هذا الرقم. وبعد رقمنا الثاني لنادي ساعة مرح كم يا حصة الرقم؟ 5595 8585. يا سلام، شو طرشون على هالرقم يا حصة؟ صوركم مواهبكم. يا سلام، تطرشون صوركم فيديوهاتكم ومواهبكم الجميلة جدا ونستقبلها طبعا على هذا الرقم دائما نشوف وتنضمون ويانا لنادي ساعة مرح، صح ولا لا يا حصة؟ صح يا عبد الله. ولازم لازم 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 ان ناكد لكم ان لازم تلعبون في الاماكن المخصصه للعب، يعني احنا عندنا هالحديقه الكبيره بس حصه تبي تلعب فوق السرير، ما يصير يا حصه، لازم نلعب في الحديقه ومثل ما قلنا نلعب في الاماكن المخصصه للعب، السرير للنوم يا حصه. فهمتي؟ خلاص؟ خلينا نشوف اصدقائنا اليوم اللي راح يتصلون علينا ويشاركون معنا دائما في اتصال. بما ان انت اليوم تعبانه يا حصه راح اخليك تاخذين اول اتصال. يلا. الو اهلا، مين معي؟ ياسمين. اهلا يا ياسمين، كم عمرك؟ 8 سنوات. رائع. 8 سنوات. 8 سنوات، العمر كله يا ياسمين. ياسمين، شنو حابة تصيرين يوم تكبرين ان شاء الله؟ دكتورة. دكتورة. ياسمين اسمعينا من التليفون مو من التلفزيون عشان تجاوبين اسرع، اوكي ياسمين؟ اوكي. زين ياسمين، ايش رايك في اللي سويته حصة اليوم؟ كانت تلعب على السرير وطاحت وتعورت. غلط. شنو نسوي المكان وين المكان المخصص اللي نقدر نلعب فيه؟ بالحديقة. حديقة، اوكي، ودائما نسمع كلام ماما وبابا، صح ولا لا يا ياسمين؟ صح. اكيد يا ياسمين. زين ياسمين، عندك شيء تبين تسمعينا اياه؟ انت اول واحدة تتصل علي ياسمين، لازم تسمعينا شيء عشان تشجعين الباقي اللي راح يتصلون. سمعينا اغنية، نشيدة، اي شيء حفظته.
البرد وتجيب العيش الأحمر. أكبي لي يا ياسمين. اوكي 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 ياسمين، زين ياسمين خلاص يعطيك العافيه. يلا جاهزه للسؤال ياسمين؟ نعم. يلا ياسمين سؤالك يقول: اين يقع استاد الجنوب؟ في الوكره ولا في الشمال ولا في الخور؟ استاد الجنوب. سعديه حصه، سعديه حصه شوي اليوم تعبانه بس بتساعد. الوكره. الوكره الشمال ولا القور؟ يلا يا ياسمين. الوكرة. الوكرة إجابة صحيحة. يا سلام يا سلام يا سلام، أحسنتي. حصة تحركي راسك، ما فيك ألم الحين؟ عادي خلاص. أكيد تنسين تنسين مع أصدقائنا يوم يتصلون علينا، تنسين أنت الألم اللي فيك. يا سلام عليك يا حصة. زين دائما دائما أي حد يتصل علينا يسمعنا من التليفون ما يسمعنا من التلفزيون، على أساس أنه يقدر يجاوب أسرع وما يروح عليه الوقت. وجوابنا كان استاد الجنوب يقع في الوكرة. استاد الجنوب راح يكون من الاستادات اللي تستضيف كأس العالم إن شاء الله في سنة 2022. جاهزة لكأس العالم يا حصة؟ أكيد. رياضية ها؟ دام احنا تكلمنا عن الرياضة في الحلقة اللي طافت، وأنا وحصة بعد ما خلصنا الحلقة لبسنا رياضة وتمرنا هني في الحديقة وسوينا رياضة وتحركنا، عشان شي حصة كان عندها نشاط زايد ولعبت فوق السرير، صح ولا لا؟ صحيح. يا سلام. زين أو اتصال ثاني. عندي الاتصال، نقول ألو. ألو. سلام عليكم. وعليكم السلام. منو معاي؟ دانا. ما أسمع، شنو؟ دانا. دانا، عاشت الأسامي يا دانا، اسمك حلو. كم عمرك يا دانا؟ سبعة. سبعة، العمر كله إن شاء الله. ها دانا شنو تبين تصيرين يوم تكبرين إن شاء الله؟ دكتورة. دكتورة شنو؟ أسنان. دكتورة أسنان، يا سلام. دام تبين تصيرين دكتورة أسنان لازم تحافظين على أسنانك، بعد كل وجبة تنظفين أسنانك قبل النوم وأول ما تقومين من النوم، أوكي يا دانا؟ وتقللين من السكر بعد عشان تكونين طيبة وأسنانك تكون قوية. زين يا دانا شوفي حصة اليوم شلون رابطة إيدها وحاطة لزقة، إيش رأيك في اللي سوته اليوم حصة؟ كانت تلعب فوق السرير وطاحت. خطأ. خطأ؟ شنو مفروض تسوي؟ وين تلعب؟ وين مفروض تلعب؟ في الحديقة. في الحديقة، والسرير حق شنو؟ حق النوم. حق النوم. شنو سوت اليوم حصة غلط غير انها لعبت فوق السرير؟ ما سمعت كلام ماما وبابا صح؟ اي. اللي ما يسمع الكلام يتعور ويطيح، لازم نسمع الكلام. يلا دانا عندك شيء تبين تسمعينا اياه؟ نعم. يلا يا دانا سمعينا، شنو بتسمعينا؟ تعب صحتي نفسي ما اقوى نفسي، أتنبه وقت الدرس وأنا كم أحفظ جسمي، لا ألعب تحت الشمس وفطوري لا أهمله، فهو مفيد للصحة والصحة عندي تاج وبها تكتمل الفرحة، لما أمرض في يوم أدعو ربي يشفيني، أذهب لطبيب حالا ينصحني ولداويني. يا سلام عليك يا دانا، الله الله. خلينا نسمع الصفقة اللي عندك دانا، نسمع الصفقة اللي عندك تشجيع. يا سلام يا سلام. يلا يا دانا جاهزة للسؤال؟ نعم. سؤالك يا دانا سهل جدا، يقول: ما هي أقصر سورة في القرآن الكريم؟ سورة البقرة ولا سورة الكوثر ولا سورة المائدة؟ الكوثر. الكوثر. كم آية؟ كم آية في سورة الكوثر يا دانا؟ ها شوفي ايدي. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي. يلا قري لنا قري لنا سورة الكوثر، خلينا نسمعها منك. يلا. أنهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون علما يقينا.
ما شاء الله عليك يا دانا، حلو حلو. انت قريتي صوره ثانيه، قريتي صوره التكاثر، بس حلو الله يجزاك خير يا دانا. سوره الكوثر هي انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر، فيها ثلاث ايات وهذه اقصر سوره في القران الكريم. يا سلام عليك يا دانا، يعطيك العافيه وتستاهلين ومبروك عليك الفوز. اسمع لها تحيه صفقه تستاهل دانا، انشدت لنا وبعد فازت ويانا. واتصال، يلا يلا حصة عندك اتصال. اي يلا. الو الو، اهلا، مين معي؟ حسن. حسن، اهلا. نعم. يا حسن كم عمرك؟ 12 عاما. رائع، حسن. متى تريد ان تصبح عندما تكبر؟ اريد ان اصبح دكتور لكي اعالج حصة. شكرا لك. دكتور شنو قال؟ عشان يعالج حصه. ما شاء الله، يعني انت من الحين تبي يعني تتوقع ان حصه لما تكبر بتتعور؟ لا ان شاء الله. اذا ما كانت تسمع الكلام تتعور، صح ولا لا؟ صحيح. يا سلام عليك يا حسن. زين حسن، يعني اللي سويته حصه اليوم صح ولا مو بصح؟ اجابه خاطئه. إجابة خاطئة يعني مو بصح. شفتي يا حصة اللي سويتي؟ شنو الشيء الصح اللي لازم نسويه يا حسن؟ نلعب في الحوش والأماكن الرياضية. يا سلام، ونسمع كلام أمنا وأبونا صح ولا لا؟ صحيح. زين حسن، عندك شيء تبي تسمعنا يا دكتور حسن؟ نعم. شنو؟ قرآن. يلا تفضل يا حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. والله يجزاك خير يا حسن، ما شاء الله قراءتك جميلة وحلوة. الله يوفقك إن شاء الله وتحفظ أكثر وأكثر وأكثر من القرآن وتختم القرآن إن شاء الله، صح ولا لا يا حسن؟ يا سلام عليك. زين جاهز للسؤال يا حسن؟ نعم جاهز. يلا يا حسن، سؤالك يقول: ما اسم المكان الذي يسكن فيه النحل؟ هل هو البيت ولا الغرفة ولا الخلية؟ سهل 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 سؤال. الخلية. يا حسن شنو قلت؟ الخلية. الخلية، والإجابة عند حصة. قولي الإجابة يا حصة. الإجابة صحيحة. يا سلام عليك، إجابتك صحيحة يا حسن، ما شاء الله عليك، الله يحفظك إن شاء الله. ودائما دائما دائما مثل ما قلنا لكم، نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم ويانا في برنامجكم ساعة مرح على الرقم 44-333-444. تتصلون على هذا الرقم واحنا راح نشارك وياكم وانتم تشاركون ويانا. وأسئلتنا دائما 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 شنو تكون يا حصة؟ سهلة جدا جدا جدا، سهلة جدا أسئلتنا، بس اللي عليك إنك تشارك وتفوز أكيد ويانا في برنامج ساعة مرح. عندي ولا عندك يا حصة؟ عندك يا عبد الله. أنا سأذهب لشرب الماء وأعود بسرعة. يا سلام عليك، تروح يا حصة وأقول ألو. ألو ألو، منو معاي؟ شو اسمك؟ نعيمة. نعيمة، الله اسمك حلو يا نعيمة، عشت الأسامي. بس نعيمة اسمعيني من التليفون، أوكي؟ أوكي. إنزين نعيمة، كم عمرك؟ 8 سنوات. العمر كله إن شاء الله. شنو حابة تصيرين يوم تكبرين إن شاء الله؟ دكتورة. دكتورة شنو؟ أسنان. يا سلام، دكتورة أسنان. اللي تبي تصير دكتورة أسنان شنو توخر عنه؟ يعني شنو تسوي عشان تصير دكتورة أسنان وتحافظ على أسنانها؟ قصر ضروسي كل يوم. اوكي شاطرة، بعد الوجبات وقبل النوم اول ما تقوم من النوم. يا سلام عليك يا نعيمة. زين نعيمة، اليوم شفتي حصة ايش صار فيها؟ ايه، رابطة ايدها وراسها، يعني ايش رايك في اللي سوته اليوم؟ خطأ. خطأ؟ ها رجعت حصة، يلا قولي لها ليش اللي سوته خطأ؟ لأن شفنا مو مكان حق ان احنا ننجز هني، هاي مكان حق النوم. سمعتي؟ صحيح صحيح، السرير مكان للنوم. وشنو بعد الغلط؟ شنو لازم تسوي؟ وين تلعب؟ لازم تلعب في الحديقة. حلو، تلعب في الحديقة. شنو الشيء الغلط اللي سويته بعد؟ في شيء سويته غلط بعد، شنو؟
انها شو اسمه انها كانت تنط فوق الكرفاية والكرفاية هي ما تنط. اوكي بعد ما سمعت كلام امها وابوها صح ولا لا؟ صح. لازم نسمع كلام امنا وابونا. زين يا نعيمة، ها عندك شيء تبين تسمعينا اياه؟ عندك اغنية نشيدة شيء تبين تسمعينا؟ قرآن. يلا قرآن، ما شاء الله عليك، تفضلي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الله يجزاك خير يا نعيمة. يلا يا نعيمة جاهزة للسؤال؟ إيه. يلا سؤالك يا نعيمة يقول: ما هي أكبر مدينة في قارة أوروبا؟ هل هي لندن ولا باريس ولا واشنطن؟ أي نعيمة؟ حصة حصة يلا عندك. باريس واشنطن. لندن. لندن والإجابة شنقول يا حصة؟ صحيحة. إجابة صحيحة، مبروك عليك يا نعيمة وما شاء الله عليك، قراءتك حلوة وجميلة، الله يحفظك إن شاء الله. وتبي تصير دكتورة أسنان؟ اليوم اللي اتصلوا علينا اثنين يبون يصيرون دكاترة أسنان، يا سلام عليكم، يعطيكم العافية ودائما تتصلون علينا وتتواصلون ويانا. حصة شنو عندنا الحين؟ فاصل. فاصل يلا شلون تطلعين في الفاصل؟ يلا هيا فاصل ونرجع لكم. فاصل ونرجع. مرحب فيكم أصدقائنا بعد هذا الفاصل، متواصلين وياكم دائما في برنامجكم ساعة مرح، ومثل ما عودناكم تتصلون علينا على الرقم 44-333-444 للمشاركة وتجاوبون على الأسئلة ونسمع شوي من مواهبكم الجميلة. صراحة سمعنا أصوات وايد حلوة يا حصة صح ولا لا؟ صحيح صحيح، وايد أصوات حلوة في برنامجنا، وأكيد أكيد أكيد تنضمون ويانا لنادي ساعة مرح من خلال اتصالكم أو من خلال إرسالكم صوركم وفيديوهاتكم على الرقم 55-95-85. وكان عندنا تحدي يا حصة في الحلقة اللي طافت صح ولا لا؟ صحيح. تذكرين شنو كان التحدي؟ أخبرني. تحدينا كان لكم أصدقائنا في الحلقة اللي طافت إن تصورون رياضة من الرياضات اللي تسوونها في البيت، بما إن إحنا كنا نتكلم عن الرياضة فلازم تسوون رياضة، وراح نمدد هذا التحدي من هذه الحلقة لين اليوم السبت القادم. عندكم يمكن 5 أيام أو 6 أيام تصورون لنا فيها الرياضات اللي أنتم تسوونها في البيت وترسلونها بعد على الواتساب، ونشوف الأشياء اللي تسوونها في البيت، سواء تلعبون كورة سواء أي رياضة من الرياضات، بس ما تلعبون فوق السرير صح ولا لا؟ صحيح صحيح، عشان ما تتعورون نفس حصة. وأكيد احنا نرحب بكل الناس اللي انضموا لنا واللي راح ينضمون ويانا لنادي ساعة مرح. عندنا صور يا حصة نشوفهم؟ هاي هيا يلا نشوف أصدقائنا اللي انضموا ويانا هذا الأسبوع وهذه الحلقة في نادي ساعة مرح. وعندنا آية عصام، شنو تحب؟ الجمباز. تحب الجمباز، يا سلام، لازم تصورنا وهي تسوي أشياء من الجمباز. وبعد ويانا محمد وأبو بكر مجذوب، شنو يحبون؟ ألعاب القوى وكرة القدم. يا سلام، كل اللي انضموا ويانا رياضيين فلازم نشوف الرياضات اللي يسوونها. ومعانا بعد خالد عمر، شنو يحب يا حصة؟ القراءة. القراءة نفسك، ها يحب القراءة. يا سلام، ونشوف ويانا بعد وليد عمر، شنو يحب؟ التلوين. يحب التلوين، ما شاء الله عليك ويانا، يا سلام. وليد خالد البحري، شنو يحب؟ الرسم وكرة القدم. الرسم وكرة القدم، ويانا ماسة مصطفى، تحب شنو؟ الرسم والسباحة. الرسم والسباحة. وآخر صورة ويانا في هذه الفقرة إبراهيم عيسى ودانا عيسى. إبراهيم شنو يحب؟
القراءة وكرة القدم، ودانا الرسم والتلوين. يا سلام، في تنويع حلو، يحبون الرسم والتلوين والقراءة وكرة القدم. لازم لازم تصورون لنا الرياضات اللي تسوونها وترسلونها في تحدينا في ساعة مرح واتصال. حصة عندك الاتصال. عندي عندي عندي. يلا. ألو ألو، أهلا، مين معي؟ ألو ألو ألو، أهلا أهلا، مين معي؟ هلا. أهلا يا هلا. هلا، كم عمرك؟ عمري 11 سنة. 11 سنة، رائع. ماذا تريدين أن تصبحي عندما تكبري؟ معلمة لغة عربية. رائع، معلمة لغة عربية، أحسنت يا هلا. هلا، لدي سؤال. تفضلي. هل يجوز أن نلعب القفز على السرير؟ لا لا يجوز. صحيح، أين يجب أن نلعب؟ في الحديقة. صحيح، وفي الأماكن الخاصة للعب. حلو، يعني اللي سوته اليوم حصة غلط، صح ولا لا يا هلا؟ صح، غلط. غلط يا حصة، سمعتي؟ شنو لازم نسوي؟ لازم نلعب في المكان المخصص. حلو، ولازم بعد نسمع شنو؟ كلام اللي أكبر منا. حلو، نسمع كلام اللي أكبر منا، أمنا وأبونا وإخواننا الكبار، لأن أكيد أكيد هم يبون مصلحتنا، صح ولا لا؟ صح. زين يا هلا، ها يلا، عندك شيء تبي تسمعنا إياه؟ أغنية، نشيدة؟ عندي كلمة. يلا، شنو الكلمة اللي تقولينها؟ قطر تستحق الأفضل، لأجلها نبقى في البيت. يا سلام. يا سلام، قطر تستحق الأفضل، فلأجل قطر كلنا نقعد في البيت، صح ولا لا يا هلا؟ صح. وانتي قاعدة في البيت هالفترة؟ أكيد أكيد تعلمتي أشياء جديدة، صح؟ شنو تعلمتي وانتي قاعدة في البيت في هذه الفترة؟ تعلمت الطبخ والرسم. يا سلام، الطبخ والرسم. عيل، لازم تطرشين لنا رسوماتك على الرقم اللي قلناه، ونشوف الرسومات اللي طرشتيها، أوكي يا هلا؟ ان شاء الله. ولازم بعد انا وحصة بعدين نجرب الطبخ اللي تسوينه بعد ما تخلص هذه الازمه، اوكي يا حصة؟ صحيح صحيح. نروح لها، ها؟ زين يا هلا، يلا جاهزه للسؤال؟ جاهزه. يلا يا هلا، سؤالك يقول: ما هي اطول سوره في القران الكريم؟ هل هي سوره البقره ولا سوره الفاتحه ولا سوره الفلق؟ سوره البقره. سوره البقره بقرة. اطول سوره في القران الكريم، ما تبين وقت تفكرين؟ خلاص متاكده؟ متأكدة. متأكدة سورة البقرة. زين، كم آية في سورة البقرة تعرفين؟ أنت جاوبتي صح، بس أنا كنت أسألك سؤال زيادة أشوف إذا تعرفين ولا لا. إجابتك شنو يا حصة؟ صحيحة. إجابتك صحيحة يا هلا، وسورة البقرة فيها 286 آية، وسورة البقرة من 49 صفحة، وهي أطول سورة في القرآن الكريم. ايش رايك في معلوماتي يا حصة؟ احسنت احسنت. عندي معلومات، انا مراجع ومذاكر، فلازم اي حد يتصل علينا تكون عنده معلومات ويراجع ويذاكر ويحب الدراسة. وهلا، تبي تصير ان شاء الله معلمة لغة عربية، فاللغة العربية لغة مهمة جدا، ولازم احنا نكون متقنين هذه اللغة، صح ولا لا يا حصة؟ صح صح يا عبد الله، صحيح. يا سلام عليك، ودائما نقول، دائما نقول شنو؟ الو. نقول الو. يلا يا حصة، عندك؟ عندي. عندك يا حصة. الو الو، اهلا، مين معي؟ سيف. اهلا يا سيف. سيف، كم عمرك؟ 9. 9 سنوات. ماذا تريد ان تصبح عندما تكبر يا سيف؟ شرطة. شرطي، رائع، احسنت. اخبرني يا سيف، هل يجوز ان نلعب في الاماكن الغير مخصصة للعب؟ مثل السرير. خطأ. يعني ما يصير نلعب فوق السرير، صح ولا لا يا سيف؟ صح. السرير حق شنو؟ عشان النوم. عشان النوم، يا سلام عليك يا سيف. زين سيف، شنو بعد غلط سويته حصة اليوم وهي تلعب؟ نقزت في الكرفاية. نقزت على الكرفاية، وبعد ما سمعت كلام منه؟ في حد قال لها لا تلعبين، بس هي ما سمعت الكلام. منو اللي قال لها لا تلعبين؟
أمها. يا سلام، يعني لازم تسمع كلام اللي أكبر منها، صح ولا لا يا سيف؟ صح. إنزين يا سيف، عندك شيء تبي تسمعنا إياه؟ قرآن. يلا يا سيف تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فأمه هاوية فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. صدق الله العظيم، الله يرزاك خير يا سيف، ما شاء الله عليك، قراءتك حلوة وتجويدك حلو، الله يحفظك إن شاء الله، وصوتك بعد حلو، فلازم تكبر وتختم القرآن، أوكي يا سيف؟ أوكي. إن شاء الله تختم القرآن وتلبس أمك وأبوك يوم القيامة تاج الوقار على أساس أن أنت حفظت القرآن. الله يرزاك خير يا سيف، ايش رايك في قراءته يا حصة؟ احسنت يا سيف، رائع جدا، صوته حلو ها. يا سلام عليك، الله يحفظك ان شاء الله يا سيف. يلا سيف جاهز للسؤال؟ ايوه. يلا يا سيف، حتى سؤالك راح يكون سؤال حلو. من الذي يلسع ذكر، من الذي يلسع ذكر البعوض ولا الانثى؟ الذكر ولا الانثى ولا الاثنين؟ من اللي يلسع؟ الذكر ولا الأنثى ولا الاثنين يلسعون؟ يا سيف حصة بتساعدك، يلا. الذكر ولا الأنثى ولا الاثنين؟ أنثى. الأنثى والإجابة شنو يا حصة؟ قولة إجابتك صحيحة يا سيف، ما شاء الله عليك، يعني سيف ما شاء الله عليه، صوته حلو وقراءته حلوة، الله يحفظك إن شاء الله يا سيف، وتكبر وتصير شرطي بعد وتخدم القرآن إن شاء الله. وأكيد أكيد أكيد كلنا إحنا نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم ويانا، صح ولا لا يا حصة؟ صح يا عبد الله. شنو كان تحدينا في هذه الحلقة؟ إنهم يرسلون شنو؟ يرسلوا صور هواياتهم المفضلة. اي، وبعد يرسلون فيديوهات للرياضة اللي يسوونها في البيت على اساس ان احنا نعرضها ان شاء الله في حلقتنا القادمة من برنامجكم ساعة مرح. ومثل ما عودناكم يا حصة، ساعتنا مليئة بشنو؟ المتعة والفرح والإفادة والمتعة والمرح، دائما في برنامج ساعة مرح. وحصة اليوم، يعني اليوم حصة اليوم شوي تعبانة، فنعذرها إن شاء الله. أقول أنا ولا أنت يا لو؟ أنت يا عبد الله. يلا أنا أقول ألو. سلام عليكم. ألو ألو، سلام عليكم. شكله ما في حد يا حصة، شكله اللي متصل زعلان شوي، يمكن لا يمكن انقطع الاتصال، يمكن انقطع الاتصال. ألو، سلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا، منو معاي؟ معاكم شيخة راشد. شيخة والنعم يا شيخة، وينك يا شيخة؟ نقول لك الو الو الو، ما تسمعينا؟ انا رد. زين، احنا بعد نرد عليك. شو اخبارك يا شيخة، طيبة؟ اي طيبة. كم عمرك يا شيخة؟ عمري 8. العمر كله ان شاء الله يا شيخة. ها شيخة، شنو حابة تصيرين يوم تكبرين ان شاء الله؟ رسامة. الله، رسامة، حلو حلو، جميل جدا يا شيخة. عندك رسومات الحين في البيت؟ ايه عندي واجد، مو بشوي. ما شاء الله وايد. ها زين، تعرفين ترسمين اشخاص؟ يعني ترسميني انا يصير ولا للحين؟ لا شوي شوي. ها زين، اي شنو قولي؟ رسومات سهلة. حلو حلو، انا بعد وجهي سهل. زين. زين شيخة، لازم الحين بعد ما تخلصين من الاتصال وتفوزين معانا ترسلين لنا على رقم الواتساب الرسومات اللي انت رسمتيها، اوكي؟ اوكي. وتقولين لنا هذه الرسومات شنو وليش رسمتيها عشان احنا نعرضها ان شاء الله في حلقتنا القادمة. زين يا شيخة، ايش رايك في اللي سويته حصة اليوم؟ خطأ. ليش خطأ؟ لأنه تنقز على السرير. وشنو يصير في اللي ينقز على السرير؟
يطيح ويتعور. نفس ما صار بحصة صح؟ صح. وين لازم نلعب يا شيخة؟ بالحديقة. الحديقة والأماكن المخصصة للعب. وفي شيء بعد سويته غلط، شنو؟ ما تسمع كلام أمها وأبوها. سمعتي يا حصة؟ سمعتي شيخة شو بقول لك؟ سمعت يا عبد الله. شنو لازم؟ يعني لازم تسمع كلام أمها وأبوها صح؟ صح. أنت تسمعين كلام أمك وأبوك؟ إيه. يا سلام عليك يا شيخة. زين شيخة، أنت الحين قاعدة في البيت، أكيد تعلمتي الرسم وتعلمتي تصيري رسامة أكثر. شنو بعد الأشياء اللي تعلمتيها وأنت في البيت؟ تعلمت إني دايماً أرسم وأطلع من البيت. حلو. عشان قطر، عشان لأجل قطر كلنا لازم نقعد بالبيت. الله عليك يا حصة يا شيخة. زين شيخة، عندك شيء تبي تسمعينا اياه؟ أغنية، نشيدة عن قطر؟ إيه عندي. يلا عندي. شنو بتسمعينا؟ إن أنا أحبكم واجد ودايما أتابعكم على قناة قطر وأحب حصة. وأنا أيضا يا شيخة. ولازم ثاني مرة أحطها ما تنقز على السرير. سمعتي يا حصة شيخة شو تقول؟ سمعتي يا عبد الله. تسمع كلام أمها وأبوها. شكراً. شكراً لك يا شيخة. شكراً يا شيخة. يا سلام عليك. أنت بعد لازم تسمعين كلام أمك وأبوك وترسمين وايد وتكبرين وتصيرين رسامة كبيرة إن شاء الله، وبعدين ترسميني أنا وحصة، أوكي؟ إن شاء الله. يلا يا شيخة، جاهزة للسؤال؟ جاهزة. يلا يا شيخة، سؤالك يقول: أفضل ليلة أشار إليها القرآن الكريم، هل هي ليلة عيد الفطر ولا ليلة عيد الأضحى ولا ليلة القدر؟ ليلة القدر. ليلة القدر، وإجابتك يا شيخة أكيد. شنو يا حصة؟ صحيحة. إجابتك صح يا شيخة، ليلة القدر. طبعا ليلة القدر خير من ألف شهر، وإجابتك كانت صحيحة يا شيخة، ما شاء الله عليها شيخة. سمعتي ايش قالت؟ تحبك وتقولك لازم ما تنقزين فوق السرير وتسمعين الكلام، اوكي يا حصة؟ صح يا عبد الله. واحنا دائما ننتظر مثل موعدتنا شيخة، ننتظر رسوماتها ونعرضها ان شاء الله في حلقتنا الجاية، وبعدين يمكن يوم تكبر شوي ترسمني انا وحصة، اوكي يا حصة؟ واكيد احنا نستقبل اتصالاتكم اصدقائنا ومشاركاتكم. واتصال عندي ولا عندك؟ عندك يا عبد الله. عندي الاتصال. اقول الو، السلام عليكم. عليكم السلام. منو معاي؟ معاك الغلا راشد. الغلا، الله اسمك حلو يا الغلا، كم عمرك؟ عمري 10 سنين وانا مقابلتك من اول في معرض الكتاب. يا سلام عليك يا الغلا. زين دام انت مقابلتني يعني بتفوزين اكيد ويانا اليوم، اوكي يا الغلا؟ ان شاء الله. معرض الكتاب قابلتيني بعد، يعني تحبين الكتب ها؟ اي وايد احبها. شنو حابه تصيرين يوم تكبرين ان شاء الله؟ ان شاء الله حابه اصير معلمه. معلمه شنو؟ معلمة لغة عربية. يا سلام عليك، معلمة لغة عربية، يعني نقول لها الأبلة ها؟ نقول لها أبلة الغلا، اسمك حلو يا الغلا. زين يا الغلا، شنو ايش رايك في اللي سويته حصة اليوم؟ كانت تنقز على السرير وطاحت وتعورت، شوف ايش صار فيها اليوم. غلط، عشان لازم ما ننقز على السرير عشان ما نتعور، عشان جمهورك اللي يحبونك ما يزعلون علي. حبيبتي أنت، شكرا يا غلا. سمعتي جمهورك اللي يحبونك وايد أصدقاء يحبونك يا حصة، وبزعلانين لأن يشوفونك اليوم تعبانة، بس ما عليه. صحيح. اليوم بس تعبانة، بس الحلقة الجاية راح تشوفون حصة مرة ثانية رجعت لكم وكاشخة وما فيها أي إصابات إن شاء الله. زين يا شيخ إن شاء الله. يا الغلا، عندك شيء تبين تسمعينا إياه؟ إن شاء الله. ها عندك شيء؟ إنه لازم نقعد في البيت عشان أجل قطر وعشان فيروس كورونا ما ينتشر أكثر في العالم. زين لا زين، هاي كلام حلو، بس نبي نسمع اغنيه نشيده شيء عن قطر. عندك شيء الغلا؟ عندي. يلا سمعينا. شوميلة يما الهدف راعي الحجب شوميلة، شيخ شنو بسنا بتهنا بتهوي غلا شوميلة.
الله عليك يا غلا، أبلة غلا، يا سلام عليك، الله يحفظك إن شاء الله وتكبرين وتصيرين أبلة وتسمعين كلام أمك وأبوك، وبعد يعني دائما تحبين القراءة يمكن تكتبين شيء، صح ولا لا يا حصة يا شيخ يا الغلا؟ أنا دائما أقول الحصة صح. زين يا الغلا جاهزة للسؤال؟ جاهزة، يلا يا الغلا دائما جاهزة ودائما سؤالنا يكون سهل. سؤالنا يقول يا الغلا، حيوان ضخم أول حرفين من اسمه من حروف الجر، شنو هو؟ النمر، نمر ولا فيل ولا حوت؟ يا الغلا نمر فيل بتساعدك بتساعدك حصة حوت ما طلع نمر فيل حوت حوت لا 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 خلص نمر فيل 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 ايش دعوه انت ما تعرفين حروف الجر يا الغلا انت تبي تصير ابله لغه لا بس خربطت شوي اوكي زين شنو حروف الجر يلا قولي يا تعرفين من الى عن على في هذه من حروف الجر وبعد يعني انت تبي تصيرين أبلة لغة عربية لازم تعرفين هذه الحروف ولازم تتثقفين أكثر زين زين يا الغلا يعطيك العافية شكرا ومبروك عليك الفوز يا حصة سمعتي شلون لازم لازم أي حد يبي يصير عندنا مدرس يبي يصير معلم يبي يصير دكتور من الحين يحاول انه يتثقف أكثر في هذه الهواية أو هذا الطموح اللي يبي يحققه عشان يوم يكبر ما يتعب وايد صح ولا لا يا حصة؟ صحيح عشان هو من هو صغير يقعد يحاول يذاكر ويحاول يتثقف أكثر في هذا الشيء اللي يبي يصيره صح ولا لا؟ صح يا عبد الله يعني أنت تبين شنو تبي تصيرين يا حصة؟ دكتورة أطفال يعني لازم من الحين تتثقفين على هالموضوع صح؟ صحيح حلو اتصال يا حصة عندك الاتصال يلا عندي يلا ألو ألو أهلاً مين معي؟ حنين أهلاً يا حنين حنين كم عمرك؟ حنين حنين معانا تسمعيني ولا لا حنين الو الو منو معاي حنين شو الو الو شو اسمك شو اسمك اللي قاعد تكلمني الحين شو اسمك الو الو اي انت منو معاي شو اسمك اصيل اصيل أسيل 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 زين أسيل أسيل قربي قربي من الجوال عشان صوتك يكون واضح واسمعينا من الجوال مو من التلفزيون أسيل أسيل صح؟ إيه زين أسيل يلا حصة كلميها كلميها أهلا يا أسيل أسيل كم عمرك؟ ست سنوات رائع أسيل ماذا تريدين أن تصبحي عندما تكبري؟ دكتورة دكتورة رائعة دكتورة ماذا؟ حيوانات حيوانات دكتورة بيطرية يعني يعني دكتورة بيطرية رائعة يا أسيل أسيل هل تحبين الحيوانات؟ نعم رائع أحسنتي يا أسيل إنزين أسيل دكتورة أسيل إيش رأيك في اللي سويته حصة اليوم كانت تلعب وتنقد وتتشقلب فوق السرير صح ولا صح ولا غلط؟ غلط شنو مفروض تسوي؟ تلعب في الأماكن المخصصة تلعب في الأماكن المخصصة وبعد شنو تسوي؟ تسمع كلام منو اللي يقول لها لا تلعبين؟ أبوها وأمها أبوها وأمها صح لا يا السلام عليك يا أسيل زين أسيل عندك شيء تبي تسمعين أي أغنية عن قطار نشيدة؟ لا ولا شيء ولا شيء؟ كلش شنو؟ خليك في البيت ما خذيتي ولا نشيدة في الروضة في المدرسة ولا شيء؟ ما رحت اوكي خلاص براحتك يا أسيل شنو؟ السنة الجاية السنة الجاية اوكي ان شاء الله تصحي علينا مرة ثانية وتسمعين يلا أسيل جاهزة للسؤال؟ ايه يلا سؤالك يا أسيل يقول حيوان إذا حذفنا منه أول حرف أصبح شيء يجمع الماء أسد ولا صقر
ولا ثعلب؟ ها أيوة يا أسيل، أسد، صقر، ثعلب. ها يا أسيل. أسد. أسد. أسد يا أسيل، إجابتك صحيحة. صحيحة. إذا شلينا الألف من كلمة أسد شو يصير يا حصة؟ يصير سد. يصير سد ويحجب الماي طبعا أكيد، ويجمع الماي السد. احنا وياكم مستمرين أصدقائنا، بس نطلع هذا الفاصل ونرجع نواصل. اهلا وسهلا فيكم أصدقائنا مرة ثانية في برنامجكم ساعة مرح، وساعتنا مليئة بالمتعة والفائدة، وأكيد دائما تكون مليئة بالمرح ولازم تكون مليئة بالفرح وياكم. ودائما نذكركم بأرقام الاتصال والتواصل معاي أنا وحصة على الرقم 44-333-4444. ننتظر مشاركاتكم واتصالاتكم ويانا. دائما احنا موجودين معاكم كل يوم. شنو يا حصة؟ أي يوم احنا موجودين؟ كل يوم اثنين وسبت. كل يوم اثنين وسبت معاكم من الساعة 5 لين الساعة 6، صح ولا لا يا حصة؟ صحيح. وأكيد عندنا في كل حلقة أصدقاء ينضمون ويانا لنادي ساعة مرح، يرسلون صورهم وهواياتهم ومواهبهم على الرقم 55958585. مثل ما تشوفون الرقم موجود على الشاشة. وبعد وياكم أصدقائنا عندنا تحدي ساعة مرح في كل حلقة، صح ولا لا يا حصة؟ صحيح. تحدينا لكم هذا الأسبوع يتكلم عن الرياضة. لازم تسوون رياضة، ولازم تسوون رياضة في الأماكن المخصصة للرياضة. فصورونا، طرشولنا فيديوهات عن الرياضات الحلوة اللي تسوونها في البيت، سواء كنتوا تلعبون كرة قدم، سواء تلعبون أي رياضة من الرياضات الحلوة اللي انتوا تحبونها. ترى حتى الرسم يعتبر نوع من أنواع الرياضة، أنك قاعد تحرك إيدك وتحرك مخك أنك تحاول ترسم رسمة حلوة. فطرشولنا الأشياء اللي انتوا تسوونها في البيت في هذه الفترة اللي احنا قاعدين فيها في البيت، صح ولا لا يا حصة؟ صح يا عبدالله. احنا عندنا شنو الحين يا حصة؟ فيديوهات. فيديوهات عندنا فيديو لأصدقائنا، ترى شلنا فيديو وسوون رياضة حلوة في البيت. ايش رايك نشوفه يا حصة؟ هيا 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 يلا نشوف هذا الفيديو ونرجع لكم. خليك في البيت. يا سلام، لأجل قطر كلنا في البيت. وشفنا الرياضات، طرشنا رياضة كرة قدم ورياضة تيكواندو أو كاراتيه. هذه الرياضة يعني مو صغير متعلم على هذه الرياضة، ويكبر إن شاء الله ويصير لاعب محترف. دائما ارسلوا لنا صوركم وفيديوهاتكم وكل شيء، احنا ننتظر مشاركة أصدقائنا دائما في برنامجكم ساعة مرح. واتصال يا حصة. اتصال عندي. يلا عندك يا حصة، روحي. ألو. ألو. أهلا، مين معي؟ العنود. أهلاً يا العنود. العنود كم عمرك؟ 12. قولي لي يا العنود، ماذا تريدين أن تصبحي عندما تكبري؟ رسامة. رسامة، رائع، جميل جداً. هل أنت محترفة الآن بالرسم؟ يعني عندك رسومات وايد العنود؟ لا بس قاعد اتعلم. حلو، تتعلمين. خلاص عيال، بعد ما تتعلمين مثل ما ترسمين انا وحصه، اوكي؟ ولا ارسمي حصه، حصه اسهل شوي عشان حصه انت تحبين حصه اكيد. زين العنود، ايش رايك اللي سويته حصه اليوم؟ اللي هو شنو؟ سوت انها كانت تلعب وتتشقلب وتنقز فوق السرير عشان تشي تعورت. شوفي شلون تعورت، رابطه يدها وراسها. ايش رايك اللي سويته؟ غلط. شنو الصح اللي لازم نسويه؟ المفروض اصلا ما تلعب
فوق السرير عشان ما اطفي. حلو، والسرير مخصص حق شنو؟ النوم. للنوم، يا سلام عليك. شو بعد سوت شيء غلط؟ في حد قال لها لا تلعبين بس ما سمعت كلامه، صح ولا غلط هاي؟ غلط، انا مش اسمع. غلط، لازم نسمع الكلام. زين العنود، عندك شيء تبي تسمعين اياه؟ لا. ولا شيء ولا شيء؟ شيء عن قطار، اغنيه، نشيده، تعلمتيها في مدرسه، عمرك 12 يعني اكيد حافظه. حافظه. يلا. مو بوايد يعني، مو كل كلمات. اي عادي عادي، احنا نبي كلمتين ثلاث عادي، شيء بسيط بس نسمعه منك. يلا العنود سمعينا. هذا النشيد؟ شنو؟ النشيد عادي؟ اي نشيد، يلا قولي نشيده يلا. قسما 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 بمن رفع السماء، قسما بمن نشرب يا خطرا ستبقى قسما تسمو بروحي او فيا. يا سلام يا سلام عليك يا العنود. حافظة، سمعتي حافظة وصوتك حلو وجميل. يا سلام عليك يا العنود. يلا العنود جاهزة للسؤال؟ جاهزة. يلا يا العنود سؤالك يقول كم ساعة في اليوم الواحد؟ 22 ساعة ولا 24 ساعة ولا 26 ساعة؟ سؤال سهل. ها؟ 24 ساعة. 24 ساعة؟ متأكدة؟ ايه. انا احس غلط، ايش رايك تحسه؟ لا لا يا عبد الله، جواب ها؟ ايه؟ 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 صحيحة! اجابتك صحيحة يا العنود، يا سلام عليك، ان شاء الله تكبرين وتصيرين رسامة، يعني عندنا الحين وايد اصدقاء يحبون الرسم، وايد اصدقاء يحبون التلوين، ويحبون كرة القدم، ويحبون السباحة ورياضات كثيرة، واحنا نرحب بكل اصدقائنا اللي ينضمون ويانا لنادي ساعة مرح. احنا موجودين وياكم كل اثنين وسبت من الساعة 5 لين الساعة 6، صح ولا حصة؟ صحيح صحيح. ولازم ننتبه ونعرف. اتصال اخر. يلا اتصال، يلا انا باخذ اتصال، تسمحين لي حصة؟ هيا يلا. يلا قول الو. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. منو معاي؟ عبد الرحمن. والنعم يا عبد الرحمن، كم عمرك؟ 8. العمر كله ان شاء الله. ها عبد الرحمن شنو حاب تصير يوم تكبر ان شاء الله؟ ضابط. ضابط، ما شاء الله عليك يا عبد الرحمن. زين عبد الرحمن ايش رايك في اللي سويته حصه اليوم، صح ولا غلط؟ خطا. ليش خطا؟ انه تقفز فوق السرير. ما يصير نقفز وما يصير نتشقلب فوق السرير، صح ولا لا؟ صح. وين ممكن نتشقلب ونلعب ونتحرك؟ بالحوش. في الحوش، في الأماكن المخصصة للعب. شنو بعد سوت حصة اليوم كان شيء غلط؟ إنها قفزت على السرير. وبعد ما سمعت كلام منه؟ كلامه. كلامي وكلام أمه وأبوها، صح ولا لا؟ صح. حلو يا عبد الرحمن. زين عبد الرحمن عندك شيء حاب تسمعنا إياه؟ أيوة. شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر والليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم تخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، فرعون سلطان. الله يرزاك خير، صدق الله العظيم، الله يرزاك خير إن شاء الله يا عبد الرحمن، وتكبر وتصير حافظ القرآن الكريم بإذن الله. أوكي عبد الرحمن؟ أوكي. زين يا عبد الرحمن جاهز للسؤال؟ جاهز. يلا سؤالك يا عبد الرحمن يقول أين يقع استاد الثمامة؟ في الوكرة ولا في الشمال ولا في وسط الدوحة؟ يا عبد الرحمن في الوكرة ولا الشمال ولا وسط الدوحة؟ وسط الدوحة. وسط الدوحة، وإجابتك يا عبد الرحمن صحيحة. يا سلام، مبروك عليك يا عبد الرحمن. ونكمل مع أصدقائنا، أكيد دائما 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 يتصلون علينا ويشاركون ويانا في برنامجهم ساعة مرح. ساعتنا من الساعة 5 للساعة 6، احنا دائما موجودين وياكم في قناتكم وشاشتكم، شاشة تلفزيون قطر، دائما كل سبت واثنين من الساعة 5 للساعة 6، صح ولا لا يا حصة؟ صحيح. الحين خلونا نشوف صور أصدقائنا اللي انضموا ويانا بعد في برنامجهم وفي نادي ساعة مرح. شايف نشوف الصور يا حصة؟ يلا نشوف الصور ونشوف أصدقائنا. سعد عيسى شنو يحب؟
كرة القدم. يا سلام، سعد يحب كرة القدم. ويانا بعد رهف محمد اليافعي. السباحة. السباحة، ما شاء الله على رهف. وبعد من معانا؟ عمر السالك. كرة القدم. كرة القدم، الله عليك يا عمر. شيخ ناصر العمادي، شنو تحب؟ التلوين والرسم. التلوين والرسم. ونشوف بعد أمين الحمادي، شنو تحب؟ الرياضة والخياطة. يا السلام، الخياطة بعد، حلو. بعد ويانا يوسف أحمد الحمادي، شنو يحب؟ السباحة. يحب السباحة. وكانت هذه آخر صورة ويانا، ودائما نقول لكم احنا نرحب بكل أصدقائنا ويانا في ساعة مرح. وصلنا وياكم إلى ختام ساعتنا اليوم، وننتظركم دائما كل سبت واثنين من الساعة 5 لين الساعة 6. شنو تحبين تقولي لهم حصة؟ نراكم في الأسبوع القادم. نشوفكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، وننتظر مشاركاتكم دائما ويانا وانضمامكم لنادي ساعة مرح. نشوفكم على خير ومع السلامة.